هلو هلو، رح أعمل معكم اليوم سندويشات الهبة الجديدة باستخدام خبز ريف الصحي الطبيعي الخالي من أي مواد حافظة. كتبت المقادير بس نسيت أصور التشيلي توميتو. يلا ندخل على الطريقة. قطعت الفطر بهذا الشكل وبقطعة زبدة صغيرة نزلت البصل وشوحته، وبعدين نزلت عليه الفطر ونزلت عليهم السبانخ الفريش. قلبتهم حتى دبل عندي السبانخ، رشت ملح، رشت فلفل أسود، وهيك خلطتنا صارت جاهزة. استخدمت لعمل السندويشات الخبز الأسمر من ريف، قطعته بهذا الشكل وبجزء حطيت خلطة السبانخ، الجزء الثاني جبنة العكاوي وتشيري توميتو وجبنة التشيدر، وطويته بهذا الشكل. عملت سندويشة ثانية لحتى الطريقة تكون واضحة، طويتها بهالشكل. بعدين بقطعة زبدة صغيرة شوحت السندويشات على الجهتين لحد ما دابت معي الجبنة. ما بتتخيلوا الطعم قدي كان طيب كتير، لازم تجربوها. بالعافية على قلبنا وعلى قلبكم، بتمنى تعجبكم.